السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعلم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح طريقة أو خطوة تغيير مكان المكيف دون فقدان الغاز. إذا بدون إطالة، أول خطوة سوف نقوم به، إذا نقوم بتشغيل المكيف في وضع التبريد. مثلا نضع المكيف الخاص بنا في 18 درجة للقطعة الداخلية، ثم بعد ذلك نتأكد، نجيو إلى هذه القطعة الخارجية، نتأكد من أن الوحدة الخارجية بدأت في تشتغل، يعني نسمعوا الكليماتيزور تاعنا في القطعة الخارجية بدأ في التشغيل. ثم بعد ذلك نبدأ بفتح هذه الغطاء الصمامات بهذا الشكل، إذا باستعمال أنتم مفتاح بهذا الشكل. ثم بعد ذلك نقوم بغلق أنبوب الطرد الغاز الخارجية في هذا المكان، يعني نبدأ نغلق هذا الأنبوب أو هذا الصمام لطرد الغاز أو لخروج الغاز. نقوم بغلق الغاز باستعمال هذا المفتاح، إذا هذا لاكلي يعني كبيرة، أنتم تستعملوا لاكلي أو المفتاح اللي لازم لهذا الأنبوب. نعرف شكل هذا الصمام، يكون هذا يعني رقيق يعني مقارنة بهذا اللي يمتص. إذا ثم بعد ذلك ننتظر من 60 ثانية أو نستنى حتى يتبدل صوت هذه القطعة الخارجية. إذا كي نسمعوا يعني تبدل هذا الصوت ولا 60 ثواني ثانية عفوا، ثم بعد ذلك نقوم بغلق أنبوب أو صمام امتصاص الغاز، يعني لهنا يدخل الغاز. تقوم بغلق باستعمال هذا المفتاح بهذا الشكل، إذا من خلال هذا الأنبوب أو هذا يعني الصمام يدخل الغاز إلى داخل هذه القطعة أو في الكمبريسور. إذا كي نغلقوا هذا الصمام يعني الكبير اللي يمتص الغاز في من يعني الأنابيب والقطعة الداخلية، ثم بعد ذلك نروحوا نطفيو الكليماتيزور تاعنا أو المكيف الهواء الخاص بنا، ثم بعد ذلك عزل الكهرباء. كي نعزلوا الكهرباء عن المكيف، ثم بعد ذلك نبداو في طريقة التفكيك. إذا أول شيء اللي تفكوهم، تفكو هذا البراغي، زوج هذا البراغي، ثم بعد ذلك نحيو هذا الأنابيب، ثم بعد ذلك تروحوا إلى القطعة الداخلية تنحيو هذا الأنابيب. إذا إلى هذا لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أنني وفقت في الشرح. إذا لديكم أي سؤال كتبونا في الكومنتار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.